دبي قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقباله وفد كبير من مجموعة دال ومن أهله وأصدقائه. وتجيء عودة الكابلي للبلاد بدعوة من مجموعة دال لتكريمه في وطنه بين أهله وأحبابه وعشيرته ومحبي فنه وكل المهتمين بأمر الثقافة والفنون. وقد تقرر أن يكون حفل تكريم الفنان الكابلي على يومين، يقام الأول يوم الخميس بمجموعة دال بمشاركة عدد كبير من الفنانين الذين سيتغنون بأغنيات الكابلي، من بينهم الأستاذ أبو عرك البخيت وأمال النور وهدى عربي وشرحبيل أحمد، كما تشارك بالعزف مع الفنانين المشاركين فرقة كابل الموسيقية التي كانت تشاركه العزف قبل مغادرته البلاد. كما سيقام الحفل الثاني لكن يوم السبت المقبل الموافق الأول من فبراير. وكان الفنانون المشاركون في الحفل قد انخرطوا مع الفرقة الموسيقية في عمل البروفات منذ يومين، مرحبين بالفنان عبد الكريم الكابلي في وطنه بين أهله وأحبابه ومحبي فنه، مع خالص الأمنيات له بالصحة والعافية.